مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. غادي يكون على هذا الجهاز ستار صاد لا ستار اكس ميني واحد، ما كيشعل فيه والو. غادي نوصلو ب 12 فولت. بسم الله، الواجهة ما شاعل فيها والو. المهم غادي نحلو ونصلحوه ان شاء الله. بسم الله، المهم هو الجهاز من الداخل. غادي نعاود نوصلو تاني ب 12 فولت. بسم الله، غادي نشوفو 12 فولت واش داخله ولا لا. بسم الله، غنشوفو هنا 12 فولت كاين، وصلو حتى عند الملف ديال الإشارة. نشوفو 5 فولت، 5 فولت ما كايناش، يعني ملي ما كايناش 5 فولت حتى الفولتيات الاخرين ما غاديش يكونوا. غادي نحيدو ليه 12 فولت، غادي نستعمل خاصية ديود او الجرس. نشوفو ياك ما كاينش الشورت، نشوفو بلاصة ديال 5 فولت. نعم هنا فيه الشورت في هذا الملف. نشوفو هذا ما فيهش، هذا ما فيهش. المهم استنتجنا بان لقيت الشورت في هذا الملف الخاص بخروج 5 فولت، وفايت خدام فيه شي واحد وقيله هذا. المهم لقيت الشورت في هذا، ولكن هذا 5 فولت ممكن يكون المشكل من هذا الاي سي، ممكن يكون من شي واحد من شي حاجه اخرى كتخدم 5 فولت، لان 5 فولت كتجي لهذا الاي سي وكتجي لهذا الاي سي ايضا. المهم او لا يكون المشكل من شي مكتف او لا شي حاجه اخرى. المهم اش غادي نديرو قبل ما يعني ما نبدل هذا الاي سي، غنحيد هذا الملف ونشوف فين غادي يبقى الشورت. الا بقى الشورت جهه الاي سي يعني المشكل من الاي سي، غنبدل الاي سي. الا بقى في جهه الاخرى الخروج، نشوفو فين كاين المشكل، واش هذا الاي سي ولا هذا، ولا شي مكتف حدا هذا الاي سي ولا شي مكتف حدا هذا الاي سي اخر. المهم اول شيء غادي نديرو نحيد هذا الملف هو الاول. بسم الله، المهم الملف حيدتو. غادي نستعملو مرة أخرى خاصية ديود أو الجرس. إلا لاحظتو معايا هنا الدخول عند الأي سي مفيهش الشورت، كاين الشورت لهاد الجهة الخروج، يعني الإحتمال يا أما غيكون في شي اما هاد الاي سي ولا هاد الاي سي ولا شي مكتف ولا. المهم باش نختصروا علينا نشوفوا فاش كاين المشكل، غادي نجيب واحد البطاريه ديال يعني باتري ديال 4 فولت ولا 4.2 فولت، وغادي نجربوا به ان شاء الله بحال هادي. غادي نعبرها، ما محطوطه عندي هنا ما عرفتش شحال فيها، الا فيها 4 فولت ولا 4.2 فولت راه تكون مزيانه. نعم هادي فيها 4 فولت. غادي ندير غادي نحقن الفولتيه البلاصه فاش كاين الشورت الخروج لهاد الجهه، ونشوفو اللي فيه المشكل ان شاء الله راه غادي يبان فيه الدخان، غيخرج منه الدخان. غنشوف شي سلوكه باش نجرب ان شاء الله. نطفي هادي، المهم واحد الجهه غادي نديرها في ارضي بحال هكا، وهكا وحده غادي نديرها في الموجب، وهذا غادي نحطو في شي بلاصه. غادي نقرب لكم يعني فوق الزير بحال هكا الارضي، ندير ليه بحال هكا عفوا، يعني ما قديتش هادشي، خصو نوالي لهنا
نقد هذا هو الاول. اقول لك انا واحد الطريقه غندير هكا مباشره هكا، وغادي يعني تعكس لي هذا الشيء، لانك الا بيت باش يتكد هذا الشيء خاص ندير اللحم. انا اللي درت الغلط، كان عليا غندير هكا، غنشد هادو بجوج وغادي ندير هذا في اي بلاصه ارضي بحال هكا، وهذا غادي نمسو به هاد البلاصه. عفوا، المهم تسمحوا لي حتى نقد هاد الشيء. هو المهم غادي ندير ندوز ليها 12 5 فولت ولا 4 فولت، عفوا نديرو هنا ونشوفو. هكا هو بان لي هاد المكتف فاش خرج الدخان، هو هاد المكتف هذا غادي نعاودو ليه، ردو البال هنا هاد المكتف هنا، ما عرفاش غيبان ليكم هكا. غندير دابا هكا هو، يعني هاد المكتف اللي فيه المشكل غادي نحيدو. المهم غادي نحيد هاد المكتف، هو اللي داير السبب، ونشوف واش غيبقى الشورت ولا لا. هو اللي بان لي انا خرج فيه الدخان، ها هو. غنختارو خاصية ديودو الجرس، دابا داك الشورت ما بقاش. غادي نرجع هاد الملف، الا دلي تصلح الجهاز راه غادي يخدم بلا هاد المكتف، من بعد غادي نرجع المكتف. المهم غادي نرجع هاد الملف هو الاول. المهم غنتسنى حتى يبرد، المهم بعد ما برد غادي نجربو ان شاء الله ونشوفو. بسم الله، غادي نسلو بالواجهة وغادي نسلو ب 12 فولت، غنختارو الفولتاج. بسم الله، نشوفو 5 فولت واش غادي تخرج. بسم الله، نعم دابا 5 فولت راه خارجة، يعني هاد الفولتيات خرين غادي يكونو 1.8 فولت كاينة، 1.1 فولت كاينة، 3.3 فولت كاينة. نشوفو الواجهة. بسم الله، نعم الجهاز دابا راه خدام. المهم هادشي اللي كان في هاد الفيديو، كنتمنى إلا عجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.